يدعو خبراء الصحة إلى ضرورة الوقاية من مضاعفات داء السكر والضغط الدموي، إذ تتسبب بنسبة 50% من الإصابات بداء الكلى. كان حوالي 4,500,000 جزائريين عندهم مرض كلوي مزمن، اللي يزيدوا بوزن صغير لي بريماتوري يزون ان ريسك، احنا يسموه بالفرنسيه ريسك رينال، باش يوقع لهم دونك هذا المرض الكلوي المزمن كي يكبروا. العدد الكبير هو كل المرضى اللي عندهم قصور، اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، واللي عندهم مرض السكري. احنا في الجزائر كما تعرفوا عندنا 24,000 راهم يديروا يتعالجوا بتصفيه الدم والدياليز بيريتونيال. حوالي 50% من هذا المرضى ما عندهم مش متبرع. الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بصدد إطلاق البرنامج الآلي الإلكتروني لضبط القائمة الوطنية لفائدة المرضى الذين هم بحاجة إلى زرع الأعضاء. بعد 3 شهور إن شاء الله راح يكون الإطلاق الرسمي للقائمة الوطنية للانتظار، اللي راح ناخذ المعلومات من السجل الوطني لمرضى القصور الكلوي، وراح نسجلوا المرضى كامل اللي فيهاهم في حاجه الى عضو ويقدروا ياخذوا عضو، نقدر يعني نقوموا لهم بعمليه زرع. قافله تحسيسيه للوقايه من امراض الكلى ستنطلق شهر افريل القادم من تنظيم وزاره الصحه بالتعاون مع الوكاله الوطنيه لزرع الاعضاء وجمعيه بيلوبا، والبدايه ستكون من ولايتي البيض وبشار.